مرة بميدانه بعد أن غاب عن اللقاءات السابقة، فلم يخض لقاء الوداد، لم يخض لقاء الوداد الذي تأجل إلى وقت لاحق. لقاء الوداد كان منتظر أن يجري بمركب محمد الخامس، لكن تأجل بسبب مشاركة الفريق الودادي في المنافسات الإفريقية، وبالتالي تأجل إلى وقت لاحق. بالنسبة لفريق أولمبيك أسفي كما نعرف انهزم أمام الدفاع الحسين الجديدي وفاز وتعادل في لقاء أمام أولمبيك خريبكا، وهو يحاول اليوم أن يكون في موعده لتحقيق نتيجة إيجابية بالنسبة لهذه المواجهة. معنا السي فؤاد عسول المحلل ديال القناة الثانية، هو معنا دائما للحديث عن هذه المقابلة. إذن فؤاد عسول مرحبا، تشكيلة الفريقين بالنسبة لفريق النهضة البركانية، هناك كل من محمد عبد العلي، عزيز محمد، أنس النية، دايو يوسف، محمد عمر، كوناتي العربي الناجي، حميد العشيري، أميل كاس، حلحول عبد الهادي، وكذلك اللاعب الحسن أخميس. إذن هذه التشكيلة التي تدخل من فريق النهضة البركانية لخوض هذه المقابلة القوية والهامة التي تجري برسم الدورة العشرين من البطولة الوطنية، في حين فريق الأولمبيك أسفي ويدخل بالتشكيلة التالية. هناك كل من حمودي حمزة حارس المرمى، هناك سمومي حمزة، أيت خرصة، سعد الرامي، ياسين كاسي، أكياسي ماتياس، هناك أيت الحاج كمال، صبار محمد أمين، وكذلك اللاعب بريتو روبير، اللاعب أدجو توني، ونمطي سعد، إضافة إلى الخلدوني وليد. إذا هذه التشكيلة اللي كيعتمد المدرب، أكيد أنه كيعتمد نفس التشكيلة التي يحاول من خلالها تحقيق الانتصارات خلال المقابلة المقبلة، خصوصا بعد مرحلة كاين استقرار على مستوى التشكيله الرسميه. المقابله ستطغى عليها جانب الحيطه والحضار، الحمله السريعه والمرتده ديال نهضه البركان سيقابلها الحمله المنظمه ديال عز العمري، وما بينهما كيبقى العامل ديال المباغته والمفاجاه حاضره بقوه في هذا النزال. انتصار نهضه البركان يعني الوصول الى 31 نقطه. استمتع بحماس كرة القدم مع هيدن شولدرز رقم واحد في العالم ضد القشرة. عيشوا متعة